الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر، ده انا جايبه من فوق سور مجرى العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك يا سليم. سليم انا ابوك. الله حلو الحطوف ده قوي. ركبوني معاك. تعالى تعالى يا عم. اجري 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 واديني يا وصلي وصلي يا وصلي تعبير الروح بيستني. الله خد ولع خد ولع لسه طبيعي. يا مرتي يا مرتي ازاي عليك حبيبك النبي انقذني من العار والفضيحه. ايه ده مالك؟ العفريت راكب هنادي هنادي مرتي. يا بروش مش عارف اعمل ايه، قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا بروش دي. انا هعمل لك اي اي ما تسترجي شويه. ايه اللي عايز قلبك؟ مسترجي طب اتوب هنادي هنادي هنادي. انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرا؟ بتعمل ايه ورا الكنبه؟ الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني، شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء. ما تتظبط يا هنادي فضحتني. اشوف فيك يوم يا ميسي. إلهي يا رب اشوفك عريان بلبوط والعيال بتعيلك بالطوب وتتفضح بتاعة القطط في السوق. ماشي يا ميسي. إلهي يا رب الاقيك بتلعب في مركز شباب بني. ميسي هل تسمعني؟ ميسي ايه بس يا عم الحاج؟ ده الناس غلطتها السبت والحاج وانا غبت ما وردتش على حد. يعني كانك انت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني. طب اطلع للاخر ماشي. والله العظيم لو عفريت من ظهر عفريت تظهر. اظهر لي يا ميسي يا ابني ميسي. اي اوه وبيت لولي التاني. اوه يا ابويا ده بيضرب تحت الحزام يا برشدي. انا فوقي. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش نايف انا اجيب له خابور ولا ايه؟ خابور ايه بس يا تايجر؟ والسهل يا فرعون اصحى يا ابن النيل. فشلت برضو. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بقمري ولوني مصري وكل مصر الله عليك الله عليك. شفت يا جد ميسي واللي عمله فيك؟ ما أنا عشان كده ما أقدرش أقول له لأ، ده قادر ومتسلط. لأ وإيه؟ ميسي ده حريف 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 وعلى قلبه فلوس قد كده. والعمل يا برشدي شو علي؟ طمني يا حبيبي بعون الله انا هطلع ميسي ده من على كتتك. هتطلعه ازاي يا رشدي بايه؟ باي طريقه يا اخي. ان شاء الله حتى ابوس دماغه. وان ما طلعش يا رشدي بايه؟ في الحاله دي بقى احطر ابوسه من بوق. ابوسك انا بوقك يا رشدي بايه؟ هتطلع العفريت ازاي؟ هعمل لها زار حي. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. That boom boom boom. إن خلي دي كلها ركبها عفريت يا بروش دي. مال إيه؟ هو ميسي ده شوية ويريت ميسي الواحد. لا ده ميسي وروح. يعني ده ضرب بجد يا بروش دي؟ مال هزار؟ أيوة صار بجد. يا شتاشة انت عليك يا مصر وعلى عفريتك. تعالوا ورايا أنا جاي أهو. That boom boom boom. That boom boom boom. ده بقى يا سيدي جو الكوديا بتاع الزهر. الله هاي أمتر جاهز يا جو؟ جاهز طبعا. هاي جاهز. ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ بقولنا الكرة دي بتاعت ميسي. ميسي؟ ايه 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 انت هتغنوه ده احنا بالرضيع. ايه اللي مستر مروش بقى؟ الله اصبر بس اسمع. الكرة دي معمول عليها عمل اسمه ومرشوش عليها شوية جوز الهند وسمسم. عمل سفر ده بروش دي؟ ما يعني حلوي. الكرة دي عامل بيها ايه؟ دي هتنطقها على راسك 10 مرات. 10 مرات يا بروش دي؟ مش اقل من كده. ميسي هيشوفها هيغير هيروح خارج من جسم هنادي وراشق في جسمك انت. بخت يا بروش دي بخت عشان اخد بطولات. لا بالمسايسة اقول لك سيب لي ميسي وماله وسيب لي هنادي. لا وانا يا بروش دي ما لزمكش في حاجه. لا انت هتلبخني ومال. بس انا مش فاهم حاجه يا بروش دي. طب يلا ابتدي. يلا استني بقى لما اجهز. اجهز ما تقلع البنطلون. اصبر يا بروش دي. Gotta get يا بروش دي مفيش ظروف ولا حاجه.
هشغلهم مزيكا اجنبي، هطلعهم من مزيكا اجنبي. هو ده الاحتراف يا جاد. اقول لك غير له مزيكا يا جو. حاضر يا عمي. هو ده الكلام يا مرشدي. ده انا جايب لك عقدي في نادي بارع بيه. ادفع يا ميسي وانا اجيب لك كاس العالم. طلع وانا ما طلعش يا مرشدي لسه، بس هيرجع. ادفع بقى ادفع يا ميسي. ما تدفع يا ميسي يا ميسي. ادفع يا ميسي يا ابني ما يصحش. لو في انتوا بتتضرب يوم اضربها بايدي. طب ادفع يا ميسي. ادفع يا ميسي. ادفع يا ميسي. ادفع يا ميسي. مبروك يا جاد. طول ما كتبتها برش دي. لا هنادي ماتت. سليم. سليم. نعم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اشوفك واسلم عليك. جاي برضه تشوفني ولا جاي تشوف شيرين؟ لا جاي اشوف شيرين. هي فين؟ اذا كنت فعلا معجب بيها وناوي تتغير روح كلمها بنفسك وحاول تقنعها بيك. هي فين؟ في النادي. يلا. انت عبيط. يلا كده. طب انا بقى هوريكم. انت شيرين؟ نعم. انا بودي. لو سمحت اصحابي قالوا لي انك صعبه. قلت لهم مش على بودي. ايوه على اصحابك. ما قالولكش ان اللي عكس الاموره القطر بيدوسه. مؤدبه وهتتعبنا. كده بقى يا قطر. هو اخويا وانت لسه شفت حاجه من القطر؟ انا هبهدلك. تعالى يا ورا. تعالى قول انا مش راجل. بسيط. انا مش راجل. علي صوتك يا. انا مش راجل. عشان حاجه لف بقى كده. شيرين. شيرين في حاجه؟ انا اسف. ممكن نقعد نتكلم شويه مع بعض؟ ما تخافيش مش هاكل. أنا ما بخافش. يبقى نشرب حاجة. أنا موافقة على كل اللي أنت بتقوله ومؤمنة بالصداقة لأبعد حد، بس الأصحاب لازم يكونوا شبه بعض وأنا وأنت مختلفين في كل حاجة. شوفي يا شيرين، إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والود جاي جاي. وأنت أكيد عارفة إن البحر بيجوع، وطول ما أنت زمار وأنا طبال هتجمعنا الموالي. أنت إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ولا انا. شيرين انا معجب بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس ازاي ارتبط بحد ما اعرفش عنه اي حاجه؟ ايه اللي انت عايزه تعرفيه عني قوي كده؟ يعني مثلا تحب تسمع مين من المطربين؟ بسمع مين يعني؟ هو ده السؤال اللي هيحدد لك قوي يعني؟ بعرور. مين؟ ايه في ايمان بعرور؟ هو بعرور وحش؟ اصلي بحب عبد الحليم. عبد الحليم مين؟ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ. ده حنين للماضي بقى. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. في حاجة حبيبي؟